من اقدم اللاعبين شيلس بيكيلي. هذه مباراة رقم 38 مع منتخب اثيوبيا، 8 اهداف سجلها، عمره 26 سنة. لا تمريرتك رائعة انت يا بيكيلي. نعم رائع. اذا خرج بيكيلي سيتأثر كثيرا منتخب اثيوبيا. سلام سري أمامية عند بيكلي. بصوا بيكلي بقى اهو هيعدي عدى من حسام عاشور ويقول حد يقل مين وما حدش بيضغط عليه وساب. برئيس وابن بلحي. لا تمريرتك رائعة
انت يا بكيلي. نعم رايح. حوالي 11 دقيقة وادي بيكلي اهو يرقص ترقيصة بيلعب النهاردة، وادي اهو الراجل عنده لمسات، ولكن مش كل مرة الراجل اهو كل يعني عمل لمسات.